نختتم اليوم المعارض المركزية هنا في جدة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز. سعدنا بزيارة مدراء التعليم من مختلف المناطق بالإضافة لنواب رئيس الجامعة. بإذن الله النتائج ستكون الأسبوع القادم، وموعدنا بإذن الله في معرض إبداع العلوم والهندسة الذي سيقام بإذن الله في بهو جامعة الملك سعود بالرياض. حقيقة المشاريع كانت مميزة جدا، لدرجة أني وقفت أسأل الطلاب أنتوا أي مرحلة تعليمية. إحنا نشرف على طلاب بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الأبحاث، وذهلت حقيقة، كنت يعني فعلا مبهور بمستوى التقديم اللي قدموه الطلبة والطالبات، ومستوى الأداء، مستوى الأبحاث، حاجة صراحة مشرفة جدا. ونشكر صراحة موهبة على كل الجهود الكبيرة اللي بيقوموا بيها، وإحنا في جامعة الملك عبد العزيز نسخر كافة الإمكانات لأبنائنا وبناتنا من طلاب التعليم في كافة مناطق المملكة. حقيقة نفخر بهذه الكوكبة المتميزة من أبنائنا الموهوبين والموهوبات، ونحن نستعرض المشاريع الرائدة والمتميزة التي عرضت في هذا اليوم في جميع الأجنحة وفي جميع التخصصات والمجالات. شكراً لكل الجهود التي بذلت، شكراً لزملائنا في مؤسسة موهبة، شكراً لوزارة التعليم على الدعم الدائم لأبنائنا وبناتنا الموهوبين والموهوبات. بإذن الله نرى هذه الكوكبة من أبنائنا وبناتنا بإذن الله في منافسات عالمية، ونراهم بإذن الله وهم يحققون رؤية الوطن القالية 2030. شكراً للجميع.